انا جيت. انا عامل دلوقتي كوكيز الشاي بلبن، لذيذه وشكلها حلو وطعمها خطير. بصوا انا معايا ايه، معايا كوبايتين من الدقيق، دي اي حاجه مش مشكله، دي مكتوب عليه كحك وبسكوت، دي مكتوب عليه كيك، دي مكتوب عليه جميع الاغراض زي الفل. كوبايتين من الدقيق وكوبايه من السكر الباودر المنخول، معانا كمان نص كوبايه من الزبده الطريه، معانا بيضه واحده، معانا كيس من الفانيليا، وربع كوبايه من اللبن الحليب، وربع كوبايه من الكاكاو الخام، معلقه كده كبيره ممسوحه من النشا، ورشه ملح. بس كده وصفه ظريفه وسهله جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. احنا هنعملهم على طول كلهم بالمضرب اليدوي، مفيش مشكله. عايزين تستخدموا المضرب الكهربائي يبقى اسرع برده، مفيش مشكله زي ما انتوا عايزين. انا هحط البيضه اول حاجه، وعايزه احط الفانيليا، هي دي الفانيليا، ايوه الفانيليا، وعايزه احط كمان الزبده، بس انا هستنى الاول اضرب كده. وانزل بقى بالزبده تكون طريه، انا مش سامعاكم يا شباب، علوا صوتكم كده اهو، وهفضل كده ايه اضرب فيها. وهنزل باللبن وبالسكر، حط كده اللبن، ونحط السكر الباودر المنخول، نقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. زي ما قلت لكم ينفع في بالمضرب اليدوي اللي انا مستخدماه ده، او بالمضرب الكهربائي اللي عندك هيبقى زي الفل، مفيش مشكله كده. بس كده، ونيجي هنا بقى للدقيق اللي معايا ده، ممكن نجيب له بوله صغيره نحطه كده فيها، كوبايتين من الدقيق، هنحط عليه البيكنج باودر النشا، انا اسفه مش بيكنج باودر، نشا، النشا قصدي، دي ما فيهاش بيكنج باودر، ما تتلخبطوش، ده انا حطيت الدقيق والنشا والكاكاو، رشه ملح، وهنقلب المكونات الظريفه دي كده مع بعض. كده لازم نقلبهم كده كويس عشان النشا يتوغل والكاكاو، وابتدي بقى احطهم هنا على الخليط. وايه ممكن بقى اتدخل بايديا بقى عادي خالص، هي عجينه بسكوت، فانا هنزل اي حاجه كده في المضرب واتدخل شخصيا في الموضوع ده كده اهو بايديا، واحاول كده ايه الم البسكوت، عجينة بسكوت ظريفة جدا جدا كده اهو، ابتدي بقى ايه تاخد شكلها اهو، عاوزي كده اقلبيها مع بعض كويس، واي دقيق في الاطراف، يعني بصي دخلي كل المكونات مع بعض كده، اتلمت معانا خلاص كده. بصوا عجينه البسكوت بقت خطيره اهو، غير بس كده الجلوفز ده، ونبتدي بقى نكورها. وعشان نعمل لها شكل ظريف هنستخدم المضرب السلك برضو، انا معايا مضرب سلك اهو هوريكم، او ممكن شوكه، ممكن يعني في كذا طريقه تخليكي تعملي شكل البسكوت بتاع الشاي الحلو ده باكتر من شكل هوريكي. هناخد مثلا كده قطعه كده من البسكوت، ما تكونش كبيره قوي ولا حاجه، هكورها كده. بصوا بتبقى كده ايه متماسكة كده وظريفة. معايا بقى المضرب السلك ده، اما نغطسه كده فيها، نشيله كده بالراحة، هيعمل لنا شكل حلو قوي على
الكوكيز من الوش كده زي ما انتم شايفين، فهتبقى شكلها ظريف جدا. ونحطها بقى في صينية الفرن. طيب في شكل تاني؟ في شكل تاني ممكن مثلا بالشوك، هقول لكم ازاي. هاخد برضو قطعة من العجينة بتاعت البسكوت كده مثلا اهو، ومعايا الشوكة ممكن كده ايه اغطس الشوكة كده مثلا. ممكن نعملها كمان العكس فتدينا شكل مربعات كده، فتبقى ظريفة شبهك. انتوا عارفين المربعات صغيرة بتاعت كحك العيد دي مثلا، بتبقى برضو ظريفة جدا. ممكن ننغس كده، بصي اي حاجة عندك تقدري تعملي بيها شكل على وش الكوكيز اعملي، مفيش مشكلة. احنا نعمل الاشكال زي ما احنا عايزين، وبنرصها في صينية فرن وندخلها فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. ما بتاخدش وقت ابدا، احنا بنتكلم في 10 دقايق مثلا، يعني مش اكتر من كده. خلي بالك هي بالشوكولاته، فركزي قوي وانت بتبصي عليها علشان ما تغمقش وتنشف منك، لان طريقه التسويه مهمه جدا جدا في البسكوت. لو زودناه في التسويه عن الطبيعي هتلاقي البسكوته معاكي نشفت، فخلي بالك. اول ما تاخد لون وتلاقيها كده سلكت كده من الصينيه، يعني بقت مش بانت كده انها بتتحرك من الصينيه، يعني استوت وبقت ظريفه جدا. عايز اجيب بس طبق كده ولا حاجه، ممكن الطبق الحلو ده. ومعانا بقى شوكولاته سايحه، بصوا دول مستويين اهم الحلوين دول، ممكن بمعلقه صغيره كده ولا حاجه ناخد شوكولاتة ونحطها كده مثلا ايه في النص كده مثلا، او تغطسي الكوكيز كلها على بعضها وشها كله على بعضه في الشوكولاتة، برضو هتبقى ظريفة زي ما انت عايزة كده. عايزة تحطي برضو مكسرات مثلا، برضو هتبقى حلوة قوي. ممكن نحط شوكولاتة برضو، شوكولاتة بيضة نفس الحكاية. وصفة سهلة طعمها حلو، ظريفة جدا مع الشاي بلبن، او لما يجيلك ضيوف او الولاد وهم بيذاكروا، فجربوها كده وقولولي ايه رأيكم. وبألف هنا وشفا.